إذا بتسمح رح نحكي شوي عن الأحداث وهي سوريا. إذا بدنا نسأل عن أبرز انطباعاتك في اجتماعاتك مع المعارضة، شو انطباعك عنهم صراحة؟ يعني طبعا الآن المعارضة في سوريا يعني أشكال وألوان، هما ما حتى هما ما لا ينكروا أنهم منقسمين، وأن التجمع هذا اللي حصل الائتلاف يعني قواعده ما هيش متينة، يعني اتفاق بين الناس اللي داخل الائتلاف ما هوش يعني متين، فصائل مختلفة. والكلام اللي قاله الأخ وليد المعلم في هذه مؤامرة خارجية وجدت شوية عملاء في الداخل. من واجبنا كحكومة وكنظام أننا نقضي على هذه المعارضة. يعني عندما كنت تلتقي الرئيس الأسد، شو الشعور اللي أعطاك؟ أولا هل يعرف يعني ماذا يحصل بشكل القبة عند العرب، يعني قائمة على حجرة في الوسط، إذا تشالت الحجرة هذه وين ينهار الحجرة هذه، هو الرئيس. الرئيس لا يمكن المساس به، وهذا هو النظام اللي هو قائم، وهذا والرئيس على اتصال كامل وعلى دراية كاملة بما يجري. طيب عندما كنتوا تلتقوه يعني ماذا كان يطلب منكم؟ ماذا بلدنا معرض للإرهاب، محاربة الإرهاب هي الأساس. هل صحيح أنه لافروف كان مستعد أن يتحدث عن موضوع الأسد وتخليه عن الحكم ولكن لا يسمعه؟ لافروف كان يقول على أنه إحنا نوصل السوريين إلى مائدة المفاوضات ثم هم أحرار. ولافروف قال يعني صراحة مرة، وأنا قلت الكلام هذا علنا، أنه إحنا نفوذنا في سوريا محدود مثل نفوذ أمريكا في إسرائيل، فمعناها يعني قريب من الصفر. معاليك، أنت قلت أنه بفكرة على فرانس 24 أنه في أدلة تورط المعارضة في هجوم كيمائي في غوطة، صحيح؟ مش بهذه الطريقة. أنا قلت على أنه الأمريكان يقولوا أنه هما على يقين تام على أنه النظام هو اللي قام به، والروس يقولوا أنهم على يقين تام أن المعارضة هي اللي قامت، وظني على أنه كان في عين العسل ولا عين العسل وقت قالت لسينا شعبان. هذه أنا أعتقد أنه ممكن مقاومة، ممكن شو اسمها المعارضة، النصرة هي اللي قامت باستعمال كيميائي. يعني شو دور دول الخليج في الأزمة السورية بالتحديد؟ كلام أم حقيقة في شيء؟ يعني ما في شك على أنه الإخوان في المملكة وقطر يعني عندهم وجود حقيقي، تأييد حقيقي للمعارضة ماديا وعسكريا. احنا كنا نقول على أنه أولا ما فيش حل عسكري، ثانيا موضوع يجب أن يتم بمفاوضات. يا ريت لو كان يعني كان اسمعوا النظام ما بده مفاوضات، لكان النظام لكن لم يكن يريد. طيب لكن الحقيقة المعارضة أيضا في حتى الفترة الأخيرة ما كانتش تريد مفاوضات، كانوا يريد إسقاط النظام أولا وثم في مفاوضات. احنا كنا نقول إذا سقط النظام مفاوضات ليش؟ مع مين؟ ثم النظام مش باين أنه سقط، يعني الـ العمل اللي انتم قايمين به والمساعدات اللي بتجي لكم، ما هم كانوا طامعين على أنه الأمريكان رايحين يتدخلوا. ما أمريكان، احنا كنا نقول لهم بصراحة احنا اللي سمعينه من الأمريكان، اللي شايفينه في الأمريكان أنه لا يريدوا تدخل عسكري. فكان بعض الإخوان يقولوا لا، طيب أخي وين أنتم شايفين أنهم جايين؟ طيب. لو أمريكان جايين. معاليك، هل تعتقد حقيقة أنه إلغاء مقعد سوريا في الجامعة العربية كان خطأ استراتيجي؟ نعم،
أنا أيضا قلت الكلام هذا للأخ نبيل العربي، والأخ نبيل العربي نفسه ما كانش مقتنع بهذا الإجراء إطلاقا. مع الأسف الشديد كان فيه خلاف حقيقي، خلاف تقييم للوضع، وأيضا ما هو الأسلوب الأنجع للوصول إلى أنه نخلص سوريا من اللي هي فيه. يعني الشعب السوري في استقلت لأنك يئست من الحلول؟ يعني أنا يعني شعرت أنه أنا قمت بكل اللي أقدر عليه. يعني بالنهاية الأمريكان ما كانوا داعمينك كمان في هالمهمات، يعني صار دائما لا هما ولا غيرهم على أسف الشديد، يعني وممكن هما شوية أحسن من غيرهم. مين يعني هما والروس؟ الأوروبيين والعرب. الأوروبيين والمنطقة، تركيا والدول العربية. يعني متى بدأ تشعرون أنه هناك داعش اليوم عم نشوفه؟ هل كان في معلومات عم تجي؟ إيه معلوم كان معروف يعني. الدول شعرت بخطر داعش ولا هلأ خطر بوقتها؟ هل لا شعرت؟ لا ما شعرت بهذا الخطر. ما شعرت مع الأسف الشديد. وأنا صراحة يعني ما تكلمتش على داعش بقوة إلا في ممكن 6 شهور الأخيرة.